المبتدئين يشريو من علي بابا ولا من كازا، المال عندي راس المال تاع 15000 درهم. اللي كيقول لكم الخوت في شي قناه، في شي قناه يوتيوب تيقول لك اخويا شري سلعه من علي بابا وبيعها في المغرب وهكا راك تدير التجاره الالكترونيه، كنقول لهذا السيد قبح الله وسعيك الله ينعل والديك، يعني شي تنقولها لك هكا لانك كذاب حمار ما كتعرف حتى وزه، هذه بعدا ليك انت. وثاني حاجه اخويا راه ما كاينش شي حاجه سميتها تجاره، ما كاينش شي حاجه سميتها تنبيع من علي بابا، كايناش كايناش. هذه 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 الهضره اللي كتسمعوا راه تيضحكوا عليكم تيتفلاو عليكم، هذوك كذابه، هذوك كذابه، هذوك ما عندهم ما كيديروش التجاره، هذوك تيبيعوا غير الهضره، هذوك تيديروا الدروب شيبين. اللي تيقول لكم هذه الهضره ديال علي بابا وغتبيع في المغرب، هذوك كذابه، هذوك نصابه، هذوك ما يسموا ما يسموا بصله. باش نكون معاك واضح ولا عندي شي حاجه اخرى نقدر نقولها لهم نقولها لهم. فهذا حاجه ما 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 غتشري من علي بابا شحال غادي تشري؟ حيت راه ما يمكنش ليك تشري الكونتيتي من علي بابا، غتشري خمسه سته الحبات هذا هو جهدك. غتقول لي لا اخويا امين وانا شريت 100 حبه وداس لي المره الاولى، تنقول لك الزهر خدام معك، تنقول لك الزهر خدام معك. شكون واضح المجال ديال الاستيراد مجال بوحدو، ما يجيش شي قرض يبدا يتنقز عليا، باش نكون واضح. 15000 درهم اخويا غتمشي لكازا، هذا هو جهدك كازا، ومن كازا تقدر دير لامبورطاسيون اذا كنتي ذكي، من كازا تولي دير لامبورطاسيون سواء انت سواء شي واحد. ايوا هاد المساله هادي ديال اللي تيقولوا لكم هاد القضيه ديال علي بابا، حيت كلشي كيسولني عليها، هادوك كذابه والمخير فين يجي يتحداني نبهدلو، والله حتى نبهدلو، يورينا كيفاش كيدير هو هاد التجاره الالكترونيه من علي بابا يوريها لنا. شكون واضح كدير لامبورطاسيون هضره، كضحك على الدراري تقول لهم نشريو سلعه من علي بابا ودير شركه لامبورطاسيون هضره، مابقاش تكذبوا على عباد الله، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم خويا.